السلام عليكم مرحبا بكم عندنا في 3 ستيل كازا انا المصممه الازياء آه، لوفا نعيمه بوفتاس آه، متخصصه في لا كرياسيون تاع القفطان المغربي التقليدي آه، بديت هذا المجال هادي واحد وعشرين آه، عام هادي باش بديت آه، كيفاش كانت عندي الفكره باش باش نكون ستيليست فاش كنت صغيره فاش كنا كنكونوا معروضين كنبغي نلبس القفطان دونك سي انا اللي كنت كندير لا كرياسيون تاع مي بروبر انا اللي كنت كندير داك لو مارياج دي كولور فاش كنت كنلبس ولا كتلبس ماما كنا كنلبسوا شي حاجه مختلفه على تاع الناس اي اون بليس كانت كتعجبهم كانت كتعجب الناس كيقول لك اودي فين خيطتوا اللبسه ديالكم فين سي ا بارتير دو لا فاش كبرت و... وولدت يعني قلت غادي ندير شي مجال غير تاع بين العيالات هذه هي الفكره اللي كانت جاتني قلت غادي ندخل ندير لو ستيليزم دونك فوالا voilà, دخلت درت لو ستيليزم euh, آه نورمالمون عندنا عامين العام الاول دوزت العام الاول كانت لاني دو ماروك في فرنسا دونك لي زامي لا فامي اون ما بروبوزي قال لك راه كاين لاني دو ماروك است كو فو بوفي ان ديفيلي دونك ابتداءا من تما درت اون كوليكسيون كوليكسيون صغيره euh, مشيت درت لو ديفيلي ديالي في فرنسا وكان عنده واحد الاقبال يعني مثلا هذيك لا بوتيت كوليكسيون كلها تبعت دونك ا بارتير دو لا قلت انا دونك هاد 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 المجال واخا شي حاجه اللي كانت كتعجبني وكنبغيها غادي نديرها اون انتربريز اللي غادي نولي نخدم فيها و, <applause> و, و, وتمشى ليا ان شاء الله دونك سي ا بارتير دو لا كو بديت كندير ولات يعني هوايه وفي نفس الوقت خدمه ديالي بروفيسيونيل يعني كنخدم درت العمال ديالي درت الطرازات ديالي درت النباتات ديالي والحمد لله غاديين دوزت عامين في لو شوغوم على ميزون ومن بعد جي كريي لي تخوا ستيل كازابلانكا ودرت المحل ديالي والحمد لله دونك الصعوبات اللي كنواجه اللي كنت كنواجه وكنواجه اكطويلمون في في هذا المجال تاع الصناعه التقليديه اه كانت كان هو التسويق اه كانت في قبل كان عندي ان على لا ميزون دونك كان يعني التسويق كان شويه صعيب بحال دابا حتى كيعرفوني الناس بوشا وغاي وكيقول لك اودي راه زعما ما كناش عارفينك قبل هي باش جاتني الفكره باش باش ندير زعما جو كري ما بروبر مارك وندير ان ماغازان وبالاضافه هاد الصعوبات اللي هضرت عليهم يعني صعوبات شخصيه والصعوبات العامه اللي كيواجهها القفطان المغربي هي هي لا في اونتر لا كونكورونس في لا يعني دابا ولات لا كت كتكونكورونسي المعلم ولات كتنافس الطرازه يعني مثلا الطرازه كانت مثلا كتفنن في هذاك لو ديسان حتى كدير رباطي باليد وكانت يعني لا بياس كاين لا بيس اللي كتقبط ليها 15 يوم بارفو حتى شهرين دابا ولات لا ماشين في ساعه المكانه كدير هذيك لا بغودغي هذه هاد هذا هو الصعوبات اللي ولينا كنلقاو اكطويالمون Donc <applause> la source d'inspiration d'Yeri pour mes créations, هو غادي نقول لك يعني على حساب إذا كانت بوغ لا كوليكسيون كنمشيو على حساب لي واش في الصيف واش في الشتاء على حساب الاعياد يعني حنا دابا واخا هكداك عندنا يعني اللباس التقليدي كنلبسوه في المناسبات الدينيه بحال العيد رمضان شهر رمضان وفي العيد الصغير في العيد الكبير عاد عندنا المناسبات الكبار في الاعراس دونك سي ا بارتير دو لا اللي كتكون لا و اون ميم طون بحال دابا بوغ لو شوا دي كولور بحال دابا اختيار تاع الالوان تاع القماش كنمشيو شويه مثلا على لا طوندونس اللي كاينه مثلا بحال دابا 2024 2025 غادي نمشيو دابا في لي تيسو فلويد لان هذه هي لا طوندونس لي كاينه مثلا ا باريس ا ميلان ولكن بوغ لا كرياسيون تاع مي بروبر موديل كنمشي انا دائما لا كان كنديرها في لونسيانتي في القفاطن القدام بحال دابا كنقلب على لي موتيف القدام كنقلب على الخدمه القديمه آه الرانده القديمه اللي كانوا زمان كيديروها ميم بوغ لي كوب مثلا جلال بجبليين الكتيفات طايحين سي ا بارتير دو اللي كان كنجبد هاد هاد لي زيليمون اللي كيسون غار وكيسون تري باش نحافظوا على ديك اللمسه التقليديه في اللباس ديالنا باش ما يكونش متاثر بزاف باللي كوب غربيان هي خص دائما كنعاود نكررها لا روشيرش في في لونسيانتي ماشي في لا يعني خص لي آه يعني يعاود يعاود يقلبوا على لي كافطون تراديسيونيل القدام هادوك سي اون ريشيس زعما فيهم بزاف تاع لي ديتاي مالوغوزمون حنا دابا كيجيو الغربيين هما اللي كيبداو يديروا دوك لي وكي وكياخذوا هادوك لي ديتاي هما اللي كياخذوهم كي من هادوك القفاطين باش كيديروهم كي هما في لي كوليكسيون <applause> ديالهم الوغ كو حنا خصنا هادوك لا احنا حنا اللي خصنا نعاودو نديروها كو ساسوا نقولها كو ساسوا في الخدمه في السفيف في لي بغودغي في البرشمان يعني هذا هذه نقطه مهمه بزاف دونك 2025 غادي نبداو في لي كولور باستيل دابا 2024 كانوا سي دي كولور بحالنا ان ميكساج بين الالوان سخان يعني مثلا الحمار الخضار الفوشيا وبين دي كولور باردين دابا 2025 غادي ندخلو في دي باستيل يعني باردين بحال دابا لو فيغ سي ان فيغ بيستاش بارد لو بلو سيال ان غوز بودغي دونك هادو هما الالوان اللي غادي يكونوا في 2025 كيفاش نحافظو على القفطان تراديسيونيل و لا مودرنيتي يعني القفطان تراديسيونيل خصو يبقى قفطان سي تادير لا كوب ديالو خصها تبقى قفطان ماشي قفطان قصير ولا قفطان اون جوب ولا وفين غادي تدخل لا موديرنيتي لا تدخل لا في, في, في مثلا في المارياج دي كولور في لي تيسو مثلا غنمشيو مع لا طوندونس مثلا هاد العام غادي تكون تليجا العام جي لا دونتيل دكالي العام لاخر سي ان بروكار نمشيو في هاد لا من هاد الناحيه مي انا في نظري ونظري الشخصي هو القفطان خصو يبقى قفطان لا كوب ديالو تبقى قفطان تقليدي مغربي النصيحه اللي كنعطي للمصممات الازياء المبتدئات هما يدوا في سبيسياليزي في القفطان المغربي يعني حيت لي بلو بار دابا كي كيولوا دي ستيليز دي كرياتور ولكن كيمشوف كي يعني في لو دومين تاع لي فيس تاع لي روب جو ريسبكت هذا الشيء يعني كنحترم ولكن بغيتهم اي في هذا القفطان المغربي لانه تراث وتراث غني بزاف يعني خصهم يعطيو فيه يعطيو فيه ويعطيو فيه الكثير لان فاش كنجيو نشوفوا الغربيين كيجيو ياخذوا من من عندنا ياخذوا يعني كيديروا دي دي, دي كرياسيون ديالهم ويديروا فيهم السفايف ويديروا فيهم شويه تاع الراندا دونك علاش ماشي حنا حنا اولى بهاد لي ديتاي حنا اللي خصنا حنا اللي خصنا نخدموا عليهم خصهم يكونوا ديالنا باش نحافظوا على هاد هاد التراث الغني كما كنقول تراث غني باش نحافظوا عليه ويبقى لينا ونزيدوا به القدام ونلبسوه حنا ويلبسوه وليداتنا ويبقى لانه التراث ما عنده ثمن ما ما عندوش البديل ديالو